السلام عليكم، مرحبا بكم في مطبخ ام زياد والياس. اليوم جيت نشارك معكم العجينه المورقه اللي غادي تهنيكم من الثمره ديالها. كتجي بنينه بزاف ورائعه، هانتوما كي كتشوفوا كي كتجي مورقه من الداخل، كتجي روعه روعه. كنتمنى تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم، وانا متاكده بان غتنال الاعجاب ديالكم وما غاديش تبقاو كاع تستغناو عليها. وندوزوا للمقادير وطريقه التحضير. بسم الله على بركة الله، هنا عندي 500 غرام ديال الدقيق الأبيض، عندي هنايا 250 غرام تاع الزبدة تاع التوريق، عندي هنا ندير واحد ملعقة تاع الخل، بيضة واحدة، قليل من الفلفل الأسود الإبزار، ملعقة من الملح، ملعقة من الثوم بودرة تعطينا تنسمة تنسمها. الماء بارد خصو يكون، شوفوا راه فيه حتى الثلج، خليته خصو يكون هكا، خصو يكون بارد بزاف باش تنجح معنا العمليه. غادي نبداو بسم الله. غادي نجيبو الحكاكه نتاع مطيشه، في الحكاكه هذه الغليظه غنبقاو نهزو الدقيق بحال هكا ونحكو بحال اللي غادي نلبسوها، داك الدقيق نلبسوه سميتها الزبده ديالنا، وخاصها الزبده ديالنا خاصها تكون ضروري خاصها تكون بارده، ما تكونش على برا، خاصها تكون في الثلاجه. السمر بحال هكا كما كتلاحظوا، هذه راها اسهل حاجه وني عارفه ما تستغناوش عنها ان شاء الله، لانها سهله وكتجي بحال عجينه مورقه تماما. نلبسوها هكا الطحين الدقيق كما كنقول لكم بحال هكا، تلبسوه وتحكوه بحال هكا تلبسوه، خاص هذاك الدقيق يتلبس لينا الزبده ديالنا. من بعد ما لبست كاع هانتوما كما كتشوفوا الزبده ديالي في هذاك الدقيق كما بحال هكا، دابا غادي ندير هنا واش غادي ندير معلقه نتاع الابزار، هادي غادي نعمر بها المملاحات اللي كما قلت لكم نعمر بهم الحين، بغيتيهم يكونوا حلوين معوض ما ديروا الملحه والثوم هادشي غادي ديروا الفاني وغديروا سكر سنيده والبيض، غادي ديروا البيض والخل كما هو هذا الماء البارد نفس الطريقه، غادي تحيدوا غير ما ديروش الملحه والابزار والبذور نتاع الثوم، معلقه نتاع الخل غادي نخلط هادشي. ما خصكمش العجينه تعجنوها، خلطوا غير بيديكم بحال هكا. غادي نجيب الماء شويه بشويه على حساب شحال غادي يجمع ليا العجينه ديالي، العجينه ما خصهاش تجي قاصحه بزاف، ما تجيش جاريه خفيفه، تجي ما بين وبين، نجمع غير بالريوس نتاع الاصابع ديالي، ما نجمعش ما ندلكش العجينه باليدين. لاحظوا معايا بحال هكا نجمع لتحت، باش نزيد الماء صافي باش نجمع العجين ديالي. من بعد ما عجناها غادي نجيب واحد البلاستيك اللي يكون نقي، انتما شتي القوام ديالها كي كيجي ما كتجيش ثقيله بزاف زعما قاصحه وما تجيش خفيفه وما خصهاش تدلك، نقولها معكم ونعاود ما خصهاش تدلك عجينه غير تشمها. غادي نديرها في واحد البلاستيكه وغادي ندخلها للثلاجه واحد الساعه ساعتين عاد نخدمو بها، ولا بغيتو تحتفظو بها في المجمد بحال دابا مديروش هاد الكمية كاملة، حتى أنا غندير غير نص كمية والكمية الأخرى نوضعها في المجمد، ما كيوقع لها حتى حاجة. وقت ما درتوها تقدر تجلسها شي 3 أشهر ولا 4 أشهر شحال ما درتوها ما كتوقع لها حتى شي حاجة. نديروها في الثلاجة ونتلقاو من بعد ما تبرد لينا، تزيد تبرد لنا لاباط ديالنا. من بعد ما خديتها بردات في الثلاجه تشوفوا ولا تقاصحه شاده راسها، هنا عندنا الحشو، الحشو ديالها اختياري الحشوه اللي بغيتو ديرو ديرو، انا اختاريتها نديرها بارده. عندي هنا جوج علب من الطون، عندي هنا جوج معالق كبار من القزبور ومعدنوس، عندي هنايا تقريبا واحد 3 المعالق كبار نتاع الزيتون، وعندي هنايا هذا جبلي
درت تقريبا واحد نصف علبه كبيره ديالو. غادي نزيد قليل من الفلفل الاسود الابزار غير واحد شويه غير على راس المعلقه، وغادي ندير قليل من الملح، ما نكثرش الملحه لان الزيتون مالح والطون راه ما فيهش ولا فيه الملحه، غير على راس المعلقه غير واحد شويه، ممكن واحد اختيار اللي بغى حاجه يملح يزيد يملح، كل واحد على حساب الذوق ديالو. غادي نجيب هاد العناصر غادي نخلطها بحال هكا بالشويه ديالي، نخلط كلشي. من بعد ما خلطتها غادي نجيب ما عندي حتى الفرماج ساندويتش، فرماج ساندويتش اختياري اللي بغى يديرو اللي ما بغاش ما يديروش ما يديروش. غادي نجيب العجينه ديالي البلاستيكه كما كما كتشوفوا راها قاصحه وبارده، ندير شويه ديال الدقيق باش نطلقها، باش نطلق العجين ديالي بحال هكا. بسم الله، راني درت غير نص الكميه اللي خدمت معكم، والنص الاخر راني وضعته في المجمد حتى نبغي ندير بها عاود ونجبدها. هنا بانت لي عجينه كبيره، غادي نقسمها على جوج بحال هكا، وغادي نخدم بالنص وعاود نخدم بالنص الاخر، بغيتهم شي يجوني التيبان ديالي يجيني كبير، واللي بغى يديرهم كبار يخلي هذاك النصف كامل. من بعد ما طلقت العجن ديالي غادي نديرها بحال هكا، وغادي نقسمها على ربعة، وعاود نقسمها على تمنية، هكا غادي نمشي كما كتلاحظوا معايا. هاك دابا غادي نجيب الفرماج ديالي وغادي نوسعو بحال هكا عليهم، نتمنى تكون باينة معاكم واضحة معاكم الصورة. راهم ساهلين، الا بغيتو تعمروهم بشي حشوه تكون سخونه يمكن لكم هكا البصله. ودابا نشارك معكم ان شاء الله حشوه اخرى، بحال هكا. ودابا غادي نجيب الحشو ديالي وغادي نوضعو اللي ما كيبغيش الطون يمكن له يدير الدجاج الكفته. المهم قلت لكم الحشوه اختياريه، كل واحد على حساب الذوق ديالو والرغبه ديالو شنو كيبغي يدير. عطيتكم غير الطريقه الاساسيه هي نتاع العجين المورقه، وانتم لكم الاختيار اللي بغيتو ديروه ديروه. غادي نلف، غادي نلفهم بحال هكا، نجمع شويه الجوانب بحال لي كرواسون. هانتوما كما كتلاحظوا راها ساهله، غادي نحطها في الصينيه نتاع الفرن. هانتوما كما كتشوفوا نتمنى تكون الصوره واضحه معكم، راها ساهله جدا. نحاول نسدو شويه هاد الجنيبات باش ما تبانش الحشوه، وهي الكرواسون تاعنا في الصينية نتاع الفرن، ونستمر بهذه الطريقة. هانتوما نجمع غير شوية الجنبات بحال هكا، غادي نستمر حتى نكمل الوحدات اللي عندي ونتلاقى. بعد ما كملت الوحدات ديالي، المهم أن هادشي اللي جاني ما جانيش بزاف، الحق كل واحد على حساب ما بغى. الا بغيتي ديروا هذه العجين كامله وديروها ديروها على حساب الرغبه ديالكم. هنا جبت واحد البيضه
ضربتها مع شويه نتاع الخل، واحد النقيطه نتاع الخل باش تحيدنا الزفوريه ديال البيض. وغادي ندهن الوحدات ديالي كلهم بالبيض بحال هكا. وراني درت الفران يسخن، ضروري الفران خصو يكون ساخن. وهادو لما كنتوش تحطوها هذيك الساعه بغيتوها تبقى لكم سخونه وخدمتوها بحال هكا، ممكن ديروها في الثلاجه وتخليوها حتى تبغيو تخدموا بها، وعاد تجبدوها ودهنوها بالبيض وديروها في الفرن. وممكن الا بغيتو ديروها في المجمد هكا واجده تحطوها وتخليوها تجمد، ومن بعد ما تمجد لكم في شي بلاطو ديروها في واحد العلبه ولا في البلاستيك وتحتفظوا بها فوق ما بغيتو تخدموا بها. غادي تجبدوها وتخدموا بها وديروها في الفرن، دهنوها يعني تخليوها تدوبغي واحد شويه ماشي بزاف، صافي وكم تخدموا بها. دهنوها وتحشوها في الفرن، لكم الاختيار اللي بغيتوه اللي بغيتو ديروه ديروه. من بعد ما دهنتهم في البيض جبت هنا القليل من الفرماج الاحمر، هنا اختياري، اللي بغى يديرو يديرو، اللي ما بغاش ما يديروش ما يديروش، اللي بغى يدير الجنجلان من الفوق، اللي بغى يدير الخشخاش، اللي بغى، المهم اللي قلت لكم الدين اختياري، اللي بغى يخليهم هكا غيدهنهم بالبيض ويخليهم يخليهم تزيين كما بغيتو ديروا نتوما وكما عجبكم وكما كان عندكم متوفر في البيت يمكن لكم ديروه، ماشي تزيين اختياري. انا بغيت ندير لهم هكا الفرماج من الفوق، وغادي ندخلهم للفرن اللي راني مسخناه، ونتلاقاو في الشكل النهائي ان شاء الله. النهائي تاع لي كرواسون تاعنا اللي بالعجينه المورقه، هانتوما تشوفوا كي كيجي، كيجي اللون ديالو رائع وزوين. كنتمنى ان الاعجاب ديالكم، واللي اول مره غادي يزور القناه ما تبخلوش عليا بابوني، ومرحبا بكم والف مرحبا، وبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم، والى اللقاء الى فيديو اخر ان شاء الله. السلام عليكم.